انتي سندي، انتي ضهري وصحبة عمري كله. لما بشكي لما بحكي من غيرك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة خروجة برنس مصر وندى حمو وراحوا فين، وده هيكون خبر حصري معانا. وليه ندى حمو لبست لبس البرنس اليوم، وهنشوف ليه جلجل قالت لأحمد يا بخيل بجد هتتصدموا، وبكاء بيبي حياة ومين السبب، وأخيرا بيبي هند كانت هتغرق في دبي. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ ببيبي هند وازاي كانت هتغرق أكتر من مرة في حمام السباحة. أول مرة بيبي هند فلتت من إيد سلمى وكانت هتغرق، وتاني مرة معانا تعالوا نشوفها ونرجع على طول. بيبي هند كده هتغرق، عينكوا عليها. وزي ما شفتوا بيبي هند وقعت أكتر من مرة في البسين، بس الحمد لله ربنا ستر. تعالوا بقى نشوف بيبي حياة كانت بتعيط ليه ومين السبب. الحقيقة بيبي حياة كانت متضايقة قوي من اللايف جارد، عشان كان عمال يقول لها ممنوع، وحياة صعبة جدا وعاوزة تعمل اللي في دماغها. حرام طول ما هي في البسين كانت بتعيط وخايفة منه، بس أحمد قال لها سيبت منه ده ما بيفهمش عربي. معلش يا حياة، هو كان خايف عليكي تقعي. تعالوا بقى لندى جلجل وليه أحمد بخيل. الحقيقة جلجل ما نزلتش البسين اليوم، هي ومستر أحمد، وكانت نايمة برا جنب بيبي أصالة بسبب إنها ما كانتش قادرة تفتح عينيها في الشمس، وقالت له أنا عاوزة نظارة شمس يا أحمد، أنت قلت إنك هتجيب لي نظارة في دبي. مستر أحمد قال لها والله هجيبلك بس اتكي على الصبر، وده معناه إنه هيجيب لها نظارة بس تصبر عليه شوية. وزي ما شفنا كتير ندى جلجل بتحب تلبس نظارة مستر أحمد. تعالوا بقى للخبر الحصري معانا، وهو خروجة برنس مصر وندى مراته، ويا ترى راحوا فين؟ والحقيقة برنس الكون وندى حمو راحوا كوبري المنتزه، أو بيسموه كوبري جزيرة الشاي بالمنتزه. تعالوا نشوف مقطع صغير ونرجع تاني على طول. شفتوا ندى كانت مبسوطة جدا وكان الجو حلو قوي. تعالوا بقى نعرف ندى حمو ازاي لبست لبس برنس مصر. والحقيقة ندى اليوم ظهرت في فيلم كانت لابسة فيه جاكيت البرنس، ودي صورة برنس مصر بالطقم كامل. ندى حمو بتلبس لبس البرنس زي ما شفنا كتير ندى جلجل بتلبس لبس مستر احمد، وبنتكلم هنا على الجواكت بس. تعالوا دلوقتي واخيرا نشوف صورة لاتنين من العيلة احنا بنحبهم جدا. قولولنا في الكومنتات مين هما، وده هيكون سؤال الفانز اليوم، واللي هيجاوب عليه صح هيطلع معانا الفيديو الجاي. كملوا معانا الفيديو عشان تشوفوا اسامي الفانز اللي فازوا بالمسابقة. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.